بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، مشرفنا يا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي نجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم. منور كابتن شريف. منور يا كابتن. منور علاء ميهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن عبد الناصر. اهلا كابتن ناصر، الله يخليك. مبروك النادي الاهلي كابتن على الفوز والاداء والنتيجه، حاجه جميله وحاجه مبشره ان شاء الله عبال المباراه اللي جايه ان شاء الله. مباراه تحكيميه كابتن ايمن سهله جدا، يعني اي حكم كابتن اسامه يتمنى ان هو يلعب هذه المباراه، اي حكم. ملعب جيد، النادي الاهلي النهارده فرق بالنتيجه والاداء، مفيش اعتراضات على التحكيم يا كابتن، ولكن لما نيجي نقول المباراه سهله تحكيميا نقيم التحكيم يا كابتن عادل، عندنا مشكله كبيره جدا في التحكيم النهارده، سواء كان عند حكم الميدان او الحكم المساعد رقم واحد. وده السؤال، النادي الاهلي كسب النهارده كابتن اسامه 3-0، اخطاء تحكيميه؟ لا، طالما هنحط حكام جداد كابتن ايمن لابد يكون فيه الفار يكون موجود. النهارده بتخيل النهارده لو النتيجه مش 3-0 في وجود هذه الاخطاء، النهارده حكم مساعد لعبتين انفراد تام للنادي الاهلي بيشرع التسلل. مظبوط. يعني طب النهارده لو مباراه صعبه النهارده في لعبتين زي دولت الفار مش موجود يا كابتن اسامه؟ لا، طالما بتحط حكام جداد يا كابتن عادل لابد ان يكون في تقنيه الفار موجوده. كلامنا مش كلام مرسل، ولكن النهارده كان طاقم تحكيم من تشاد، نشوف الطاقم التحكيم الموجود وشوف يا سمير هنا الحكم، يعني زي ما بقول المباراه سهله للاسف وهو صعبها على نفسه، ولولا نتيجه كابتن عادل النهارده النتيجه والاداء النادي الاهلي هو دوت اللي خلى النهارده المباراه تحكيميا تطلع بشكل جيد. هروح لاول حاله معانا، حاله مهمه جدا يا كابتن اسامه، وانا السؤال يعني زي الحاله لو معانا الماتيريال كابتن علاء، هنا الي ديانج نجح في لعب الكره برجل الشمال، يعني زق الكره راجل جاي من خلف اللي هو كوابي اللي هو المدافع رقم 4، ما عندوش اي فرصه لعب الكره خلاص، يعني ديانج حط رجليه عادل وخد الكره، وهنا الراجل هنا اتدفع من الظهر ثم العرقله من تحت رجل في الرجل، وشفنا هنا الرجل اليمين مع السمانه او الركبه من خلف، مخالفه واضحه جدا جدا. السؤال هنا يعني لماذا لم يحتسب الحكم هذه المخالفه؟ وده كان سؤالي. حكم بيبعد بالظبط كابتن، لو احنا معانا الماتيريال بيبعد تقريبا نشوف، لا لا دي حاله، لا لسه مش هنيجي للتسلل. حكم كان قريب جدا كابتن عادل، ولكن تقديره للمخالفه للاسف هو قال يلعب، وكان قراره كان قرار غير صحيح. هذه الحاله زي ما قلت لو الفار كان موجود، لا الفار كان هيستدعي الحكم، ولكن الجزاء صحيحه لم تحتسب لالي ديانج تقريبا. يعني بنقول لو المباراه صعبه كانت عملت مشكله. نيجي لحالتين مهمين جدا جدا عندي، مساعد رقم واحد، وده انا بستغرب يعني ده حكم في الاتحاد الافريقي مصنف بتلعب مباراه زي دي. شوف اول حاله معانا يا عادل، شوف هنا بيرسي تاو هنا موجود يا كابتن اسامه، شايفه اهو، وهنا لحظه اللعب الكره، شوف كام لاعب مغطي بيرسي تاو، مش واحد بس، حاله سهله جدا جدا جدا. طبعا لو معانا الصوره هنشوف ان الكره دي بتعمل باص لبيرسي هيروح انفراد، دي اول حاله. عندنا اللاعب هناك اهو، لاعب اخر لاعب مغطي، وعندنا اللاعب ده مغطي، و ثلاثه لعيبه تقريبا يا كابتن علاء، ولا انت رايك ايه؟ المشكله التمركز لما هايل كابتن، هي المشكله مش في التمركز، المشكله في الربط بقى. الربط يعني ايه؟ ايوه يعني انت بتربط، احنا عندنا حاجتين. اتفضل. هو ما عندوش حجه في الوقفه دي، هو في صح على فكره، بس احنا عندنا حاجتين المساعد يا كابتن علاء، تمركز وربط ما بين لحظه التمرير او اللعب وموقف التسلل. هو ما ربطش، هو فوجئ اللاعب بيرسي ده وراح انفراد، اتخض راح رافع، ان هو لو رابط من الاول خالص لحظه اللعب هنا وعنده ثقه في القرار كان خلى اللعب يستمر. دي كانت اول حاله عند المساعد الاولاني، طبعا تسلل غير موجود وفرصه واضحه جدا جدا لو راح بيرسي تاو كان راح انفراد يا كابتن شريف فيها، ودي كانت اول حاله. الحاله الثانيه نفس الحاله عند المساعد كابتن عادل، عند المساعد الثاني هنا بالظبط، هنا يمكن هو تمركزه ما كانش مظبوط قوي، هنا بنقول ان هو يجب ان هو يكون مع اخر ثاني مدافع. نفس الشيء بنشوف الباص معمول ديانج اهو، لا دي اوضح بكتير، دي غريبه جدا دي. تمام، دي اوضح طبعًا بكتير. فين التسلل؟ يعني حالتين كابتن علاء، حالتين بجد يعني حالتين، مشكله كبيره قوي قوي لهذا المساعد النهارده لو النتيجه هنا صعبه كانت عملت مشكله في المباراه. دي حالتين عند مساعد رقم واحد للاسف.
في الحاله الجايه هنا بنشوف الحاله دي مهمه قوي قوي قوي. والغريب ان الحكم هنا احتسب مخالفه على لاعب نادي الاهلي على مروان. مظبوط، مع ان هو يعني مروان نجح في لعب الكوره، وبعدين اللاعب شوف اسلوب الدخول، يعني هو المفروض تبقى المخالفه على لاعب سانت جورج مخالفه وانذار، القرار يعكس يحسب مخالفه للاعب سانت جورج. اخطاء تحكيميه شوف بقول المباراه يتمناها اي حكم كابتن عادل، اي حكم يتمناها. مباراه انت المفروض تفرض شخصيتك وتفرض قراراتك وتبقى انت بتتكلم عن نفسك فيها وبتتكلم عن نفسك في المباراه، ولكن للاسف الشديد النهارده اخطاء تحكيميه على الرغم من النتيجه كانت ممكن، لو النتيجه مش كبيره كانت ممكن اخطاء التحكيمات دي غير في نتيجه المباراه. نتمنى كابتن ايمن زي ما قلت بدفع بالحكام الصاعدين، لا خلي الفار موجود، لان هنا عندنا مشاكل مع الحكام في الفتره اللي صحيح. يمكن ده خلاصه المباراه. اتمنى طبعا للتحكيم الافريقي والتحكيم المصري في الفتره اللي جايه ان شاء الله اتمنى الخير، ودايما هنا احنا في الاستوديو كابتن علاء بنبقى داعمين مساندين للتحكيم سواء المحلي او الافريقي. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا وامتعتنا كالعاده. شكرا كابتن علاء. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسان جورج الاثيوبي في ذهاب دور 32 لدوري الابطال الافريقي، والتي انتهت بفوز الاهلي 3-0 عن جداره واستحقاق ووضع قدما في دور المجموعات قبل لقاء الاياب ان شاء الله يوم الجمعه القادم. الف مبروك للنادي الاهلي جماهيره العظيمه، وبالتوفيق ان شاء الله بالفوز للمباراه القادمه ان شاء الله يوم الجمعه 29. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني وامتعوني النهارده كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا كابتن ومبروك، وعقبال المباريات اللي جايه كلها باذن الله. باذن الله ربنا. كابتن اسامه عرب شكرا يا كابتن، شكرا دايما والف مبروك وان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي يا رب ان شاء الله. كابتن علاء ميوب شكرا يا كابتن. اشكرك دايما ومبروك التاهل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن عادل بدايه جيده وان شاء الله نبارك يوم الجمعه باذن الله رب العالمين. بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.